الاول يعني بشكركم على تواجدكم معانا من اول دوره، وعايز اقول لك ان الموضوع صعب، بس احنا بنحب دايما نعمل الصعب يا امير. انت حافظ، احنا السهل كل الناس بتعمله، فانت عايز تتميز اتعب. ففكره ان انت تعمل ايفنت بعد 4 شهور بس من طلوع الموقع كان صعب وكان تحدي كبير انه يطلع، بس راهنا ان احنا نقدر نعمل. قبل كده كنت بعمل دوره تانية او مهرجان تاني عملت منه 10 سنين، فعملنا بقى الابديت اللي بعد كده في اللي احنا فيه النهارده، وان شاء الله كمان عندنا في بلاد عربيه تانية مش مصر بس، يبقى في ذا بيست ميدل ايست وذا بيست جلف في الخليج. طب كلمني عن النهارده بقى، يعني النهارده شايفين بلو كاربت مش ريد كاربت، وده يعني حاجه تلفت الانظار. قلنا نغير، يعني فكره الريد كاربت يعني لطيفه جميله، عملناها كتير، ناس كتير بتعملها، هي المتعارف عليها اصلا. فقلنا النهارده نغير، احنا الايدنتيتي بتاعتنا البلو، فقلنا يلا يا جماعه تيجي نعمل بلو، فبس فعملناها، وقلنا هيبقى ده شكل جديد يعني مميز بيه المهرجان بتاعنا، مجرد ما تشوفه تعرفه. معروف بعلاقاتك القويه في الوسط الفني والاعلامي، ويعني جايزه بتاعتك داخله برضو في وسط جوائز كتير موجوده ومعروفه من زمان، هتنافس ازاي مع الناس دي؟ والله كل واحد وطريقه شغله، يعني احنا الحمد لله الناس بتشهد لنا ان احنا عندنا قدر كويس من المصداقيه، مش هقول 100% عشان مفيش حد 100% في الدنيا، بس علاقاتنا بالنجوم كويسه دايما. المهرجانات اللي عملتها قبل كده كانت اختياراتها بتبقى منطقيه، وكانت بناء على تصويت جمهور، ما كانش في مره اختيار غريب، ما كانش في مشاكل. الاستفتاء بتاعنا ارقامه ظاهره للكل، ما بنخبيش حاجه، الناس كلها بتشوفه، دخلت عليه السنه دي وهي اول سنه دخلت عليه ارقام مرعبه بالنسبه لنا، عمرها حتى ما دخلت لي قبل كده في السنين اللي فاتت. فالحمد لله الناس بتختار، واحنا بنوسع القاعده كمان، ان احنا ما نختارش بس الناس اللي على الشاشه او الناس النجوم، لا احنا بنخش في كل المجالات وفي كل التخصصات على قد ما بنقدر. اي حد بيبقى تعب طول السنه وحقق حاجه محترمه نقول له شكرا برساله من الجمهور بدرع تكريم لطيف. قلنا ده، احنا نزلنا فيديو في الاول قلنا شرحنا فيه الطريقه بتاعتنا، ان لو في يا جماعه اصوات فيك هنشيلها، تاني مره هنشيل الشخص نفسه. كل الناس اللي اتكلمت على حاجات، يعني الناس كانت طالعه تشتكي على موضوع الفيك وبتاع ناس، وبعد كده لما الفيك اتشال ما سمعتهمش الكلام. نجمة سلوى عثمان منوراني على قناة عمان، كلميني عن تعاقدك على مسلسل سيد الناس. انا تعاقدت الحمد لله وصورت، وان شاء الله هيبقى مسلسل حلو. طبعا عمرو سعد انا اول مره اتعامل معاه، لكن محمد سامي مش اول مره. سعيده ان انا هتعامل مع محمد سامي، وسعيده ان انا هتعرف على عمرو سعد في الشغل يعني لاول مره. كلمة لسوريا. يعني ربنا يقدم لهم اللي فيه الخير ويحمي بلدهم يا رب. جاي بالزمن ورا، اختاري زمن تعيشي فيه، تحب تعيشي فين بقى؟ الزمن اللي كان فيه فاتن حمامة وعماد حمدي واحمد مظهر وكل الناس دي. طبعا. وبعدين كانوا ايه يعني، عارف، كنت تقعد مبهور، احنا طلعنا عليهم يعني، احنا تبقى مبهور بتمثيلهم، مبهور بشغلهم. فلا كانوا، وبعدين كانوا ايه يعني، دلوقتي السوشيال ميديا بخليه الفنانين موجودين موجودين موجودين، لا هم كانوا نادر ان هم يبقوا موجودين. كلميني بقى عن يعني فكره ان يكون في جوائز بقى للاعلاميين وللفنانين، اعتقد دي بيبقى لها دور في رفع الحاله المعنويه بتاعتهم. طبعا احنا مفتقدين حاجه زي كده كتير قوي ودايما ناسيننا. اما طبعا الفنانين اتمنى ان هم يفتكرونا. عايز اسالك عن يعني بتجهزي ايه جديد الفتره الجايه واللي بتستعدي؟ بجهز البخت 3، وان شاء الله يعني هيبقى موسم قوي جدا، واتفرج عليه وتقول لنا رايك. عايز منك كلمه للسوريين النهارده، تقول لهم ايه؟ انا مبسوطه قوي 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 لفرحتهم، واتمنى يبقوا قرارهم صائب وتكون اللي جاي خير على سوريا، لان احنا كلنا قلقانين، واحنا خلاص ارتبطنا بيكم وبنحبكم، وجودكم في مصر ده يعني خلاص احنا حسينا ان انتوا بتكملونا واحنا بنكملكم. لحظه استثنائيه. لا هعمل حاجه جديده، وده اول مره اعملها، ان انا همثل في رمضان الجاي. مبروك. الله يبارك فيك. والله ده حقيقي. طب لو هترجعي تختاري زمن قديم تعيشي فيه، تختاري زمن ايه؟ هختار زمن سعاد حسني، فاتن حمامه، الجو الجميل ده. والله الحمد لله رب العالمين، مفرحاني جدا، اللهم لك الحمد والشكر، لان ده معناه ان انت، وخصوصا انه النهارده كمان جاي بناء على استفاء الجمهور،
فبيحملك مسؤوليه انه الحمد لله رب العالمين، دي شهاده انه انت عملت عمل الحمد لله عجب الناس، ومسؤوليه اكبر انه اللي جاي بقى لازم يبقى افضل ممثل منصات. افضل؟ لا ده افضل مسلسل اتعرض على المنصات، مش افضل ممثل منصات، دي تحسها ايه يعني؟ انت واخد جايزه كده. افضل لا الثانيه كانت افضل ممثل كوميدي. بس النهارده هنا النهارده ده افضل مسلسل اتعرض على منصه. ايوه طيب حاجه كبيره يعني. حاجه حلوه. طيب الحمد لله ده في بتاع 20-25 مسلسل اتعرض في 20. مش بس ينجو، هو افضل منصات بقى عموما. الحمد لله رب العالمين. مشاهد الاسد بقى، انت كنت انت والاسد ده، انا مش فاهم حاجه يعني، انت كان في اسد وعضك بجد، ايه اللي حصل؟ يا ربنا بجد لا ما عدنيش، ما لحقش الحمد لله، لانه الفيديو انت بتجري وبتصور. لحقت بقى الحمد لله يعني، انا سلدت رجلي منه بالعالج. مخدرين وكده؟ ده سينما يعني. لا لا ده حقيقي. لا لا مش متخدر، هو المفترض ان احنا، هو طبعا متدربين بس طبعا في الاول وفي الاخر ده اسد، ده يعني فاهم يعني اسد، فهو المفترض ان انا ايه يعني بعمل لها زي حركه كده عشان تبقى يعني عشان احلى في عينيه يعني فاهم. وبعدين اول ما يبدا يجري انا المفروض اجري، هو الشوت كده عشان ناخد بس دي، وبعد كده هم ولا الكاميرا بيلحقوا بيروح لهم يعني، المفترض يعني. فانا عدنا كتير في النص، واضح ان انا ايه حليت في عينيه، عارف انت اللي هو طب ما توريني بقى ايه وركك ده كده فاهم. فانا لقيت انه واضح انه الجري يعني هتجبني خلاص، وكان هتجبني بس الحمد لله نطيت بقى في الجنينه ساعتها، فما ما لقيتنيش. امال سوريا بقى تقول لهم ايه؟ والله بص، هو انا ما حدش فاهم حاجه طبعا، هم طالما الشعب السوري مبسوط فاحنا مبسوطين جدا جدا بيهم يعني، لكن فعليا ما حدش فاهم حاجه. ويا رب اتمنى انه اللي جاي بقى احسن بكتير، اتمنى انه اللي جاي بقى خير. ماده تحب تدرسها للاولاد في المدارس؟ احب ادرسها، كان نفسي أو اطلع بمدرس رسم، ما بعرفش ارسم، ما بعرفش ارسم عشان بس كان نفسي يعني. كان نفسك وانت ما بتعرفش؟ معلش وضحها لي بس عشان مش يعني. انا حاولت وانا عيل صغير كتير ارسم، كنا بنرسم الشمس اللي هي في الجنب اللي هي بتعملها كده وتعمل شرطه كبيره وشرطه صغيره، عارفها دي؟ ودي فساعتها كنت حاسس ان انا يعني خلاص داخل على بيكاسو فاهم، داخل في الحته دي، وبعد كده في الاخر طلع ان ما عنديش الموهبه دي خالص. لو تختار زمن ترجع تعيش فيه حبه يعني؟ كان نفسي ابقى ايام النبي جدا، ايام النبي عليه الصلاه والسلام، كان نفسي والله العظيم كان نفسي اشوفه. اجواء ازاي؟ شايفه اجواء زبست ازاي؟ طبعا اول حاجه انا عايزه ابارك لهم على انطلاقه المهرجان، وحاجه ما شاء الله يعني تشرف، حاجه جميله قوي. عايزه بجد ابارك لكل القائمين على المهرجان، ودايما كده يا رب من نجاح لنجاح. تانية حاجه طبعا انه النهارده انا بتكرم كافضل مطربه شابه، ده شيء يشرفني، وعايزه اشكر كل حد دايما بدعمني وفي ظهري وبيصوت لي. يعني الانسان او الفنان بيحس بنجاحه وبيحس ان هو قادر يكمل ويسعى، لان الطريق مش سهل، الطريق صعب طبعا، فبنكمل بالزقه دي، بالدعم، بالحب، بان احنا نحس ان احنا بنعمل حاجه مسموعه. صناعه عمل غنائي شيء مش سهل في الوقت اللي احنا فيه، خاصه مع ظهور الوان جديده هي اللي بقت مسيطره على الساحه. كلميني بقى لما بتيجي تختاري موضوع اغنيه وتعملي اغنيه بتعملي ده ازاي؟ والله وانا مش انا مش بكون لوحدي يعني، بيكون معايا كمان طاقم عمل، بنشارك بعض، بنسمع سوا، بنختار سوا، ممكن اكون في حاجات مش شايفاها هو يشوفها. فانا الحمد لله الفتره دي محظوظه جدا بفريق العمل اللي معايا من شركه الانتاج، ودايما بنحاول ان احنا نبقى رايحين في اتجاه مختلف يعني مش مقررين، ونقدم جديد للجمهور عشان يقدر انه يسمع مني كل الالوان. فان شاء الله شغالين دلوقتي على بروجكت جديد، وهيبقى اول اغنيه فيه في اول السنه. افضل لحظه بالنسبه لك او عدت عليك في 2024؟ لحظات كتير والله الحمد لله، بس يمكن انه ربنا بعت لي هديه عمره، سبحان الله يعني، لا يعني من حيث لا ادري. عمر ده ابنك؟ عمره من حيث لا ادري يعني، ربنا ظبطها لي، ولقيت نفسي فجاه مسافره وبعمل عمره الحمد لله. تختاري ماده تدرسيها في المدارس للاولاد، تدرسي لهم ايه؟ بحب التاريخ قوي. شايفه ان الاجيال اللي موجوده دلوقتي محتاجه تاريخ؟ طبعا احنا عندنا فجوه جامده جدا جدا،
انه في ناس ما تعرفش اي حاجه عن تاريخها حتى عن تاريخ بلدها. مش هقول لك بقى يعني شوف بره الدنيا بيحصل فيها ايه في العالم شرق اوسط، لا، ما يعرفوش مصر نفسها كان فيها ايه من 40 30 سنه. فلا، انا لو هدرس حاجه بحب عشان اعلمها الاطفال يبقوا فاهمين تاريخهم عامل ازاي. هو هتختاري زمن ترجعي تعيشي فيه؟ انا بحب قوي عصر الكونتيسات، يعني العشرينات والثلاثينات، يمكن لا يمكن كمان قبل، يعني 1890 1900، بحب العصر ده. كونتيسات والست كده كانت طول الوقت لابسه حاجات غريبه وفامن قوي. مش هتعرفي تغني في الوقت ده؟ لا، ما كنتش عارفه اغني، كنت عم بلعب بيانو بس ومستنيه اتجوز. محمد رضوان منورنا على شاشه عمان تي في، ببارك لك على تكريمك النهارده من ذا بيست. شايف التكريم ازاي؟ حاجه جميله جدا، استفتاء جماهيري، يعني احلى حاجه بالنسبه للفنان انه يتكرم من الجمهور. الحمد لله. سامع انك بتعمل مسلسلين في رمضان الجاي؟ ان شاء الله. هتقر وتعترف بكل حاجه ولا اقول انا؟ لا، حسبه عمري والكابتن اكرم حسني، حسبه عمري روجينا وعمر عبد الجليل واخراج مي ممدوح والكابتن بقى اكرم حسني. لو عندك الفرصه انك تدرس للاولاد دلوقتي في المدارس ماده، تدرس لهم مادة ايه؟ يا ريت نرجع المسرح تاني للمدرسة. لو المسرح رجع اعتقد هيفرق كتير مع الاطفال وخصوصا في السن الصغير، لان كان في مقولة كنا بناخدها يعني زمان في المسرح، اعطيني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا صالحا. فالمسرح لو تم تدريسه من الصغر هيشكل وجدان الاطفال وهيشكل شخصيتهم وهيخليهم يعني اكثر ثقافه من دلوقتي. طب لو هتختار زمن ترجع تعيش فيه؟ هتقول لي بقى 43، انا عشته خلاص، انا عشت 43. عشت ايه؟ هتفضل هناك؟ عشت 43 كان زمن جميل بالنسبه لي، وكان سبب نجاح في المسلسل ان هو الناس حبت الزمن ده جدا. عمر افندي كان من الاعمال الناجحه جدا. افضل لحظه مرت عليك في 2024؟ والله يعني لحظات النجاح، التكريم، احساسك بانك في الشارع كده الناس بتحبك محبه خالصه، فده الحمد لله. يعني لحظه تتمنى تشيلها من 2024؟ والله 2024 كل الاحداث اللي حصلت لاخواتنا في غزه وفي لبنان، دول اللي انا عايز اغمض عيني وافتحها ما الاقيش الكلام ده. كل شعب يعيش مستقر يعني وينعم بالامن والامان. يعني كلمه لسوريا. والله اتمنى لهم كل رخاء يعني يا رب. ايه اكتر افيه لما بتبقى ماشي في الشارع الناس بتنادي لك بيه؟ والله عشان الادوار كتيره فبقى شلهوب على 100 راجل، على يعني في مسلسل 100 راجل ده الناس اتفرجت عليه كتير جدا، شخصيه مهران الشيمي دي اثرت فيهم جدا، وبرده شلهوب في عمر افندي، فالناس بتندهلك باسم الشخصيه. فالحمد لله بيبقى حاجه ممتعه جدا ان الناس تندهلك باسم شخصيه مثلتها. ان انا نور ايهاب منوراني على شاشه عمان تي في، يعني شايفه تكريمك النهارده زي من ذا بيست كافضل فنانه شابه؟ الحمد لله، مبسوطه جدا بالتكريم ده، ان هو تصويت من الجمهور، فطبعا دي احلى حاجه في الحياه ان الواحد يشوف النتيجه بتاعت شغله الجمهور شافها ازاي. انا مبسوط بشوفك في تكريم ورا تكريم ورا فيلم، يعني كنت قبل كده مش بنشوفك كتير. كنت مختفيه صح؟ لا خلاص انا جيت لكم بقى. ثانك يو. خليني بقى ادخل معاكي في كام سؤال لطيف كده. افضل لحظه مرت عليكي في 2024؟ افضل لحظه، سؤال صعب قوي، انت دايما بتسال اسئله صعبه انا عارفاك. مش عارفه والله، هي الوقت اللي احنا فيه ده الحمد لله انه في تكريم ورا تكريم وشغل كويس، الناس بتقول لي فيدباك حلوه عليه، فده اظن اجمل وقت. لحظه تتمني تشيليها من 2024؟ مفيش، الحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء. لو عايز اسالك عن الاولاد اللي في المدارس، لو في ايدك قرار ان هم يدرسوا ماده معينه انت اللي هتختاريها، فهتختار لهم ماده ايه يدرسوها؟ اختار ماده ملهاش علاقه باي حاجه، ليها علاقه بالسلوكيات او الحاجات الاجتماعيه او التعاملات في الحياه، تبقى بجد ماده وتبقى بجد حاجه تدرس، عشان احنا يعني بنشوف حاجات صعبه. طب لو هتختاري زمن ترجعي تعيشي فيه، زمن ايه وليه؟ هختار ارجع زمن الفنانه فاتن حمامه وامثل معاها. بحبها قوي. نجمه بوسي منوراني على شاشه عمان تي في، منوره ذا بيست النهارده. ما كانش انت ذا بيست في 2024
مين يا بازابيس؟ حبيبي ميرسي ذوقك، ربنا يخليك يا رب. في التكريم النهارده ازاي بقى من زابيس؟ طبعا بتبقى حاجه حلوه للفنان بالذات اما بيتعب وقبل ما بيعمل حاجه حلوه يقدمها للناس ويلاقي بقى يعني جايزه حلوه كده او تكريم من جمهوره، تبقى وضع تاني خالص بصراحه. كلميني عن اللون الفوشيا الخطير ده. بس هي جت فجاه كده يعني، هو كان فيه تو اوبشن بس يلا هو جه. مين ساعدك طيب في اللون الفوشيا؟ لا انا اللي مختاره، يعني انا مختاره لبسي بصراحه، يعني انا اللي بقى يعني دايما انا بجيب حاجتي وبنقي حاجتي بنفسي. يعني الفتره دي صناعه الاغنيه شيء مش سهل، خاصه في التنافس اللي بقى يحصل في الوان جديده دخلت. اي نعم اللون الشعبي هيفضل محافظ على مركزه ومكانته هيفضل موجود، لكن انت قولي لي بوضع بشكل عام شايفه الوضع دلوقتي ازاي؟ والله بص يعني بالنسبه لي انا الموضوع مختلف عشان انا ما بقتش اغني شعبي قوي يعني زي زمان. ممكن في البدايه كان واضح قوي او الغنى بتاعي كان شعبي شويه، بس دلوقتي بقيت بغني بشكل تاني او بشكل مختلف. بس والله لا في مواهب كتير واخده حقها، يعني في كتير ما شاء الله، محمود الليسي، احمد شيبه، رضا البحراوي، كتير مش عايزه، حكيم طبعا ده عم الدنيا كلها طبعا التوب بتاعنا، فالحمد لله لا هم واخدين وضعهم يعني الله اكبر. تتخيلي انه انت في اول عمل ليكي يتشاف ويسمع في آية دنيا انك النهارده بعد كام سنه هتبقي بالنجوميه دي وفي التالق ده وحب الناس ده؟ بص والله من وانا صغيره يعني ما كنتش اتمنى حاجه غير ان انا ابقى فنانه، يعني مش شايفه نفسي غير في كده، يعني ما فكرتش اطلع مثلا مدرسه محاميه، انا شايفه نفسي فنانه ومشهوره ما اعرفش. فالحمد لله ربنا حقق لي امنيتي، بس ما كنتش اتخيل ان يحصل كل ده. يعني طبعا بسعى وبعمل اللي عليا، بس فكره ان انت تبقى ستار بقى وكده دي عمرك ما تتخيلها. زي ما عاملي مع النجوميه بالعفويه اللي هي بتاعت البدايات، ولا خلاص بقى الموضوع بالنسبه لك مش موجوده؟ بالنسبه لي انا ست طبيعيه جدا، ما بعيش جو بقى ان انا ستار لا خالص، انا ست يعني اقل من الطبيعي، انا ست بسيطه جدا، ما بتهزنيش حياه النجوميه، لا انا بعمل شغلي وفي الاخر احنا كلنا بني ادمين. انا بقى دي اكتر حاجه بتضايقني ان الناس اللي بيبقى فنان فيعيش بقى على الناس بالطريقه دي او ان انا ستار، لا احنا ناس بتعمل شغلها في الاخر، حب الناس ده نعمه من عند ربنا. فانا ست بسيطه وعاديه وطبيعيه جدا، هو بس بيختلف ان انا بشتغل فنانه بس. افضل لحظه مرت عليكي في 2024؟ ممكن ساعه اغنيه مش شايفينهم. يعني رجعتني الايام نجاح آية دنيا شويه، فالحمد لله. يعني لحظه تتمني تشيليها من 2024؟ والله ما كتير بالذات اللي فيها كلام ورغي وحاجات كده او موقف مش حلوه، دي بتتمنى انها تتمحي من وجود ومن حياتك ومن اي حاجه في الدنيا. طب لو هتختاري ماده تدرسيها للاولاد في المدارس دلوقتي، شايفه ان الجيل الجديد محتاجها، هتدرسي لهم ماده ايه؟ الاخلاق. الاخلاق يعني ما بقتش موجوده اليومين دول، يعني انا والله زعلانه، بزعل عشان ما برضو ابني من نفس الجيل، بس الحمد لله عرفت اربيه، يعني الحمد لله على قد ما بقدر بعرف اربيه بتربيتنا احنا بجيلنا احنا دلوقتي، فعلا احنا محتاجين الاخلاق. طب لو هتختاري زمن ترجعي تعيشي فيه، تختاري زمن انهي؟ انا بحب الوقت اللي انا اتولدت فيه قوي، الزمن بتاعي كان وقت حلو، وبحب عارف الجيل بتاع الثلاثينات والاربعينات والشابو والحاجات دي واللبس والناس اللي بتانتكه في نفسها قوي، دي بحبها قوي. بتجهزي ايه جديد الفتره الجايه؟ والله بعمل شغل وبغني وبسجل اغاني وبعمل حاجات كتير وان شاء الله ربنا يكرم. يعني ممثله شاطره، انا شفتك في كذا حاجه بتمثلي، ليه وقفتي تمثيل؟ ما وقفتش تمثيل ولا حاجه، بس ما فيش حاجه شدتني. وبالذات ان انا برضو انا مهنتي الغنى اكتر، فان انا امثل يبقى لازم حاجه تشجعني على ده، فاهمني؟ فانا ما فيش حاجه شجعتني لحد دلوقتي او شدتني او اللي هو ايه يعني زغزغتني كده ان انا عايزه ابقى عندي حماس ان انا امثل فيها. بس ادعي لي والله لو في حاجه اعملها. يعني كلمه لسوريا بقى، الف مبروك. طبعا انا يعني انا ما كنتش متابعه قوي السياسه وماليش في السياسه قوي، بس انا شايفه فرحه هم يعني ما شفتهاش قبل كده في حياتهم. فهمت ان هم كانوا عايشين في ظلم، كانوا عايشين في بهدله بقالهم سنين طويله، والمحروم يشوف امه. وشفت فيديوهات بصراحة توجع القلب، إن ستات محبوسة معهم أطفال، دي أكتر حاجة توجع القلب، حرام. طب
ماشي ستات ممكن يكون أذنبوا، بس الأطفال ذنبها إيه؟ وكمان اللي أنا شايفاه أنهم ما أذنبوش، إنه كل ده اتاخدوا بسبب إن جوازاتهم معارضين أو هم معارضين عن النظام، فدي حاجة يعني ما تبسطش أي حد بصراحة. يعني ألف مبروك ليكوا، ودايما يا رب كده في خير ومتحررين من أي ضغوطات، واللي عنده ابن وعنده أم ما شافهاش بقالها سنين يا رب ترجع لكم بالسلامة، ودايما دايما دايما إن شاء الله السنين الجاية تبقى خير ليكم إن شاء الله. يعني تكريمات لكل أصدقائنا الفنانين ولينا، حاجة طبعا مشرفة، وبشكر زبست طبعا، وبشكر الجمهور اللي صوت لي النهاردة. أعتقد إن الجواز يبقى له عامل معنوي عند الفنان، يعني اللي هو أنا ماشي صح، أنا أستمر ما أستمرش، أعمل إيه؟ دي حقيقة والله. يعني أنا بشوف إنه الجائزة تكريم معنوي قبل التكريم، قبل كتكريم كجائزة، يعني إنه يعني تقدير، حتى تقديرية لأن الفنان شغال كويس بيجتهد. كلمني عن النضارة والشياكة والحلاوة والأناقة اللي انت فيها النهاردة. لا شاء والله، أنا قلت معاك لقاءات قبل كده كتير، ما كنتش في الشياكة والأناقة والجمال واللباقة والحاجات اللي لسه اتجوزت. ايه رأيك في الإجابة؟ ايه رأيك في الملخص؟ ما كنتش لسه اتجوزت، معانا حد دلوقتي بيهتم بالأناقة والشياكة والنضارة واللبس والحاجات دي. احنا مصريين زي بعض، ولولا الحرق كنت قلت لك روتين بشرتك ايه، بس ايه بسأل سؤال. روتين بشرتي نزل في صاحبة السعادة خلاص معروف، ما تقلقش كل الناس بقوا عارفينه دلوقتي. عايز ابارك لك على النجاح اللي انت عامله مؤخرا، يعني ما شاء الله عليك، مع الوقت بتثبت ان عندك طاقات فنيه كبيره. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر، والله يبارك فيك، وربنا يقدرنا ان شاء الله كمان اللي جاي باحسن واحسن باذن الله. الكواليس بتاعت المسلسل، اعتقد ان الحاله اللي بينكم انتوا كفنانين كصحاب دي كانت معكوسه قوي، والنجاح اللي حصل ده كان دليل كبير عليه. الحمد لله، دي حقيقه، وخصوصا ان كلنا كنا حابين الموضوع جدا، وكلنا كنا عندنا تحدي كبير جدا اننا عايزين ننجح، وحابين ننجح، وحابين نعمل موضوع مختلف، وحابين نبقى ناجحين. يعني افضل لحظه بالنسبه لك في 2024 كانت ايه؟ افضل لحظه، مفيش لحظه بعينها طبعا، بس يعني اكيد اي حدث كويس بالنسبه لي في حياتي الشخصيه او في الحياه العامه في البلد ده بالنسبه لي يبقى حاجه حلوه جدا كسنه، واتمنى ان شاء الله ان السنه الجايه تكون افضل من اولها لاخرها لينا جميعا باذن الله. والله الحمد لله، يعني 24 كانت سنه ناجحه جدا سينمائيا، وربنا كرمنا بفيلم شق وبعديه ولاد رزق، والاثنين حققوا ايرادات كبيره، وبعيدا عن الارقام والايرادات عجبوا الناس جدا، الناس كانت مبسوطه بالافلام، فانا سعيد جدا وسعيد بالتكريم بتصويت الجمهور، ويعني بشكر كل الجمهور اللي صوت واداني الفرصه ان انا اجي النهارده واتكرم. احنا شغالين لسه على السيناريو بتاع فيلم شقه، وان شاء الله نعمل حاجه اقوى من الاولاني. الجزء الاولاني عجب الناس قوي، ودلوقتي عندنا مسؤوليه كبيره جدا ان احنا نعمل جزء تاني اقوى من الاولاني باذن الله. كل الابطال طبعا اللي كانوا في الفيلم موجودين، وهيزيد عليهم ابطال جداد باذن الله. فيلم درويش انا بصوره دلوقتي، فاضل فيه 10 ايام ان شاء الله، وانا متفائل جدا بالفيلم ده، اخراج وليد الحلفاوي، وان شاء الله ينزل قريب ويعجب الناس كلها باذن الله. لا هو درويش سنه 1943، فطبعا هو الشكل متغير خالص واللبس متغير، فتجربه يعني أكشن كوميدي ثريلر، أتمنى أنها تعجب الناس.